مساء الخير متابعي موقع بصراحة، معاكم أسماء مصطفى مراسلة محافظة الشرقية، موجودين مع حضراتكم تحديدا من مدينة الزقازيق. عمي فكري اللي حضراتكم شايفينه ده بقاله فترة عامل قلبان على السوشيال ميديا بسبب الحلل اللي بيبيعها دي. الحلل اللي عنده دي مسميها حلل أنتيكات. جينا النهاردة عند عمي فكري، يعني بيقولوا بيشيل الخمس حلل في ايد واحدة، جينا نشوف ايه اللي عامله عمي فكري وما شاء الله عليه، ربنا يا رب يكرمه ويديله الصحة يا رب. هنتعرف عليه اكتر ونشوف ايه موضوع الحلل اللي عنده، وعنده طاسة السمك كمان، وعنده الحلل صغنطوطة خالص، حاجات جميلة ما شاء الله عليه. ازيك يا عم فكري؟ الله، عامل ايه؟ الحمد لله. عرفني بنفسك كده وعلي صوتك. انا فكري من الحسنيه. فكري من الحسنيه، هنا ساكن في الحسنيه، وان شاء الله من غير ما اقطع باذن الله. الفكره بتاعت الحلل ديت جات لي من كنت في مره كنت ببيع حاجات زي طباق بلاستيك كده، فروحت اجيب زي طباق بلاستيك كده من ابو كبير، وبعدين ببص لقيت حله صغيره خالص كده، فدخلت في دماغي الفكره وعرفت مكانها وعرفت طريقها. لما عرفت طبعا كده ابتديت اعمل الحلل، اخلي ناس يعملوا لي حلل. بقى الفكره اللي حصلت دي كانت الاول عباره عن حله زي كده، انما دلوقتي كده انا بقى رحت مخترع ايه الطقم ده. ده طقم على بعضه. عملت طقم على بعضه على اساس ان يحب حله لوحدها ماشي، طقم على بعضه ماشي. طب معلش يا عم فكري، يعني الحلل دي بيتعمل بيها ايه؟ حلل صغنطوطه خالص صغيره. دي بتنفع توابل، تحط في نيش، وفي نفس الوقت تعمل هدايا، تحط في علب، تعمل هدايا للناس، وتكتب عليهم اساميهم والتاريخ. يعني انت قلت فكره حلوه قوي، يعني الحلل دي بتتعمل هدايا. هدايا، يعني اكتب عليها مثلا اسمي او اسم حد انا. تاريخ، والتاريخ بتاعها، تاريخ الحلل، التاريخ بتاعها من يوم ما اشتراها، يكتبوا عليها التاريخ هما. تتحط في النيش بقى وتفضل ذكرى. تحط في النيش، تتعمل لهدايا في علب كده وتودوها في هدايا لحد. ما شاء الله، جميل. وفي نفس الوقت ما شاء الله من غير ما اقطع، انا طلعت عليها كمان الحله الشيعيه اللي حيرت العالم بجمالها وحلاوتها وطعمها. اسمها ايه تاني كده؟ الحله الشيعيه دي ابهرت العالم، ماشي؟ الحله الشيعيه اللي ابهرت العالم. اللي ابهرت العالم. طب دي عملت ايه؟ دي برضو ابهرت العالم، دي حيرت العالم، يعني واحده ابهرت والثانيه حيرت. وريني مين اللي ابهرت العالم اللي حيرت. بجمالها. دي اللي ابهرت العالم بجمالها وحلاوتها، ماشي؟ الطعم ده ابهر العالم بحلاوته وجماله وكده، ماشي؟ واما الطعم الثاني ده اللي هو ده حير العالم بقى بجماله وحلاوته وطعمته. قول لي انت عندك ايه بقى؟ انا شايفه في طاسه. الطاسه ديت، دي الطاسه دي هتيجي لما تيجي تنزل، ممكن تنزل من غير ايد، اللي هيحتاجها ممكن اجيبها له من غير ايد. هي بس إيد لو ضروري ضروري ممكن اجيبها لهم، لانها صعبه شويه ان ايه نعملها بالايد. صعبه شويه. معلش يا عم فكري، هم بيتحطوا على البوتاجاز الحاجات دي ولا ايه؟ لا، هي دي اساسا يعني ايه برضه، ايه يعني عشان اقول لك الصراحه، يعني اللي يعملها على البوتاجاز ما يسيبهاش ويمشي. ليه؟ لانها ضعيفه يعني. يعني احنا نقول كده ان دي انتيكات تتحط شكل، ممكن نحط فيها ملح، كمون. ايوه، لو عندنا اولاد صغيرين في البيت، ولادنا بيبقوا بيحبوا الحاجات دي، يقعدوا يلعبوا بيها، صح؟ أيوة كده؟ ايوه، تسلمي. وفي نفس الوقت دي حاجات يعني ممكن في باستيليا برضو، هي ايوه دي بقى لفته نظري دي. على فكره دي الباستيليا اللي حيرت العالم برضو بجمالها وحلاوتها. دي برضو حيرت العالم. استنى وريني جمالها جميله يعني. وبعدين في حاجه تانية، ايه هي؟ التش الغسيل يا جماعه بتاع زمان. بس التش ده لما هيجي لكم لون الالمونيا، مش هيجي اللون ده، ماشي؟ لان انت يا عم فكري فكرتنا بحاجات زمان، عارف طقم الالمونيا كده؟ مش عارف يعني المتابعين، لو معانا المتابعين اللي حابب يبعت اي تعليق او يسال عمي فكري، انا هقول لعمي فكري وهقول التعليق. يعني انا شايفه ان الحاجات دي فكرتنا بطقم الالمونيا بتاع زمان. بتاع زمان، صح؟ أيوة، ولا انا غلط؟ ايوه صح. اللي هو كان حلل. هي بتبدا كده، الحلل اهي. وادي الطاسه، طاقات اهي، وادي عشان الناس كان بيفتكروها كبيره قوي. يعني لو كان نزل قبل كده كان مفكرينها كبيره قوي، فطبعا دي كده مش كبيره ولا حاجه، هي صغيره خالص. يبقى عباره عن حلل. انت عندك الطقم حلل، وايه تاني؟ طقم حلل اهي، ودي الطاسه. دي الطاسه،
وده طش الغسيل طاسه وده طش الغسيل وفي بقى عجانه في حاجات تانية نسيت اقول لك عليها بالحق في عندك ولا لا هي موجوده بس لسه هتنزل يعني ممكن تنزل يوم ولا اتنين عجانه وفي اروانه نفس الحجم بقى صغيرين عجانه واروانه وفي طاسه قليه سمك بس من غير ايد من غير ايد وفي كمان صينيه عشاء تمام اذا كنت والله. لسه ما اتعشيتش والله الفكره جت لك منين كده. بقى قول لي يا عم الفكره جت لي ان انا كنت في ابو كبير وبعدين انا كنت بجيب طباق كده وبتاع ومعدي مش عارف اجيب شويه طباق ابيعهم بلاستيك وبعد كده ببص لقيت ايه لقيته راح جاي بكل سهوله لقيت حله صغننه كده لفتت نظرك لفتت نظري فبقول له بقى ايه على الحله دي نظامها ايه وكده فاشتريتها منه ولقيت الناس مقبلين عليها وعاوزين لسه هسالك في اقبال من اهالي مدينه الزقازيق على شراء الحلل والحاجات الانتيكات دي؟ الحمد لله الحمد لله رب بيسهلها معايا وفي اقبال برضه الحمد لله وكل حاجه بس اساسا هيبقى في اقبال اكتر لما يعرفوا الرقم بتاعي لان في ناس عاوزه تعرف رقمي مش عارفه توصل ماشي الرقم بتاعي 010 استاذ محمد بيقول لك مفيش كاسرولا عندك ولا لا بتاعت اللبن تصدق يا استاذ محمد فعلا يعني استاذ محمد معانا استاذ محمد الابيض بيسال على الكاسرولا اللي بنغلي فيها اللبن لا فين دي لا شوف لا بقى لا نسيت اقول لك كمان في زبدايه فكرتوني في زبدايه كمان استاذ محمد اللي فكرك في زبدايه صغيره كده برضو دي برضو من ضمن الانتيكات طب فين الكاسرولا مش عندك دلوقتي لا هو ان شاء الله هتنزل تاني لان هي مش موجوده دلوقتي هي مش يعني. موجوده دلوقتي يا استاذ محمد يعني اللي موجود بقى الحاجات اللي قصادنا دي عم فكري طبعا مكانه هنا في مدينه الزقازيق عند المحطه حطي بس هشيل ورينا انا هحط بقى الثانيه الشكل الثاني ورينا الشكل الثاني كده يلا الشكل الثاني الحله اللي هتجيلكم هتبقى متنيه من هنا مش هتبقى ايه معموله كده طب عايزين نعرف الناس اسعارك ايه اسعار الحله ب 10 اي حاجه ب 10 اي حاجه ب 10 اي حاجه ب 10 والله كويس ماشي اي حاجه ب 10 معانا الطاسه الطاسه بكام الطاسه دي ب 20 ماشي دي ب 20 وتشتري الغسيل دوت ده ب 15 ماشي. بس لا مش هيجي لكم بيلمع كده يعني بقول لك يا عم فكري هنعمل طقم النهارده من عندك بكام لا طقم النهارده لا ما يقولوش عليك يعني ربنا يخليك اللي حابب يجي يعمل طقم من عندك بقى في حدود كام لا عادي ما هو الطقم اساسا على يعني ممكن ناخد حله وناخد قشط ادي الحله ورينا كده الطقم يا عم فكري اعمل لنا طقم كده على الترابيزه يلا ماشي ادي القشط القشط اهو حلو وادي الحله وادي الحله بس دي هتيجي متنيه يعني مش هتبقى هي دي هتبقى ايه متنيه زي دي كده اهي هتبقى متنيه بالي. كده متنيه كده ايوه لا خلي بالك عشان ما تعورش الاولاد ايوه صح عشان انا لو قلت لهم فكره ان تتني دي عشان ما تعورش الاولاد عشان لو واحده ما دام مثلا هتاخدها لاولادها فيبقوا ممكن الاولاد تبقى حامي عليهم فقلنا نتني ايه اخليهم يتني دي زي الفل الحرف ده عشان ما يعورش طيب يبقى ادي الحل ادي الطشت طشت الغسيل والبستيليا وصينيه العشاء موجوده في صينيه عشاء طيب اذا كنت لسه متعشيه ورينا الحاجات اللي موجوده وادي الحله الصغنطوطه دي اصغر حله بقى دي اصغر حله هي ودي يعني انا لو انا شايفه ان الحاجات دي هيفرح بيها الولاد الصغيره قوي طبعا تقوم تجيب الحاجات دي بص كده اهو بص كده حضرتك ما شاء الله عليك يا عم فكري عم فكري هو انت اصلا شغال ايه غير الشغلانه دي ولا هي دي مصدر رزق دخلك؟ لا انا نجار ربنا يديك الصحه انا باب الشباك بس زي ما تقول ايه قلت بقى اخش لما لقيت بقى ايه الشغل يعني اشتغل على ايدي احسن بدل النجاره بقى اروح ربنا يديك الصحه يا رب يا عم فكري طبعا الواحد دخل على سن كبير مش هينفع بقى يشيل خشب وينزل ربنا يديك الصحه عندك ولاد قد ايه عندك ولاد قد ايه انا عندي ثلاث ولاد ربنا يخليهم لك يا رب ويديك الصحه يا رب ولدين وبنت ربنا يديك الصحه يا رب يا عم فكري وانت نورتني النهارده ومبسوطه اني شفتك شرفنا بيكوا يعني انت مثل يعني حد جميل قوي ومثل مشرف يعني راجل بتجري على اكل عيشك وكمان عامل حاجه جميله قوي بصراحه يمكن انت الوحيد في الزقازيق اللي عامل الحاجات الجميله دي ايوه ان شاء الله وانا ساعات برضو اللي عاوز جمله يجي ياخد مني جمله برضو. بنزل جمله برضو ربنا يا رب يديك الصحه يا رب انا بنزل جمله وخد بال حضرتك وطبعا الحاجات دي اللي عاوز بالجمله بكميه عاوز 500 عاوز 1000 ربنا يا رب يديك الصحه طب ماشي كلم الزباين بقى يا عم فكري يعني زي ما حضراتكم مكاني تحت النفق
في الزقازيق تحت نفق المحطة. تحت نفق الزقازيق المحطة. تمام. ولك اللي عاوز مني كمان تحت نفق المحطة بتاعت القطر. ماشي يا عم. عشان الناس مش عارفة أنهي نفق. والرقم الناس عشان الناس بدات تسال معانا المكان فين في الزقازيق. المكان في الزقازيق عند المحطه، محطه القطر تحت النفق. احنا بس دلوقتي بنصور قدام المحطه علشان تحت النفق ما فيش شبكه، انما هو دايما مكانه يوميا من الصبح لغايه بالليل تحت الدور. من بعد الظهر، من بعد الظهر بساعه كده عند نفق المحطه. من بعد الظهر بساعه يعني. يا ريت كلنا نيجي نشوف الحاجات الجميله دي ونيجي ننفع عم فكري، بجد حاجات جميله وهتنفع كمان زي ما قلت حضراتكم للاطفال الصغيره، وكمان الهدايا وبتتحط في النيش. يعني الحاجات دي تتحط في النيش تقعد سنين زي ما عم فكري ما قلنا. يعني زي نورتني النهارده يا عم فكري، ربنا يخليك يا رب. ماشي اتفضل. ماشي قول. بسم الله الرحمن الرحيم. والله احنا بنصمد عيال بيولد ولا ما يكون له كفر. هتقولي دلوقتي ان شاء الله 010 6969 09 14. تمام يا عم فيك. رقم مرة تانية 010 6969 09 14. ربنا يديك الصحة يا رب يا عم فكري ويرزقك يا رب. والسلام عليك. شكرا لك. السلام عليكم. يعني زي ما ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم تابعتوا معانا، احنا كان معانا عمي فكري عمل قلبان على السوشيال ميديا في شوارع الزقازيق الايام اللي فاتت. يمكن موجود هنا في مدينه الزقازيق بيبيع الانتيكات اللي حضراتكم شايفينها، الحلل دي. احنا جينا علشان نشوف بنفسنا عمي فكري القلبان اللي عامله، حاجات جميله جدا بصراحه. فكرنا بايام زمان اللي عندها اطفال وحابه يعني تلعب بالحلل والكلام ده، تيجي تجيب من عند عمي فكري. احنا يعني المفروض احنا خلصنا، بس استاذه نور بتسال بتقول الاسعار ايه. الاسعار عنده بتبدا في ب 10 جنيه، في ب 15 جنيه، في ب 20 جنيه. لا ما هو على فكره عشان تبقى الحلل الصغنطوطه دي ب 10 جنيه. كله يعتبر ب 10. كله ب 10؟ كله ب 10. كله ب 10. وعم فكره اي حاجه هيجي تابع موقع بصراحه هيظبطه ان شاء الله باذن الله. كله ب 10، اي حاجه ب 10. المكان يا جماعه هقول لحضراتكم تاني المكان. ام مهند بتسال على المكان. المكان في الزقازيق، الزقازيق عند محطه القطر، هو قاعد تحت النفق. كل يوم من بعد الظهر هتلاقوا عم فكري معروف هنا. ساعة كده ولا ساعتين. تمام. احنا بس بنصور دلوقتي قدام المحطة علشان الشبكة، انما هو مكانه دايما تحت النفق. ربنا يا رب يرزقه ويديله الصحة والعافية. كنت معاكم. بصور دلوقتي يعني تقولوا لهم لا بصور دلوقتي عشان نصور بس واسير. ربنا يرزقه. كنت معاكم اسماء مصطفى مراسلة محافظة الشرقية من موقع بصراحة.